اليوم الموضوع ديالي مهم جدا، غادي ندرسوا واحد الماده دخلت المغرب شحال هادي ولكن الناس ما تعرفوهاش، تاكلوها ما تديولهاش الغايه، ما تديوش الغايه تماما كيف تتصنع وتشريوها بالفلوس. صالحه لي غاتو، تجبرها بالدونتيفريس، يا دونتيفريس تجبرها في لي كوزميتيك كلهم حتى العكار، تجبرها في لي كريم، تجبرها في لي جيل اللي تعمل بغيونتين تعجبو راسو تجبرو ضرب البغيونتين كما ينبغي، تجبرها في لي باتيسري. هاد الماده الى اون سبيسياليتي، غادي نقولها لكم بالفرنسويه ولكن نتوما دبروا باش الترجمه بالعربيه. الله يرحم والديك، الي emulsifiant, épaississant, liant, moussant, stabilisateur, viscosifiant et filmant. هادو اشياء تعرفوها الناس بزاف، هادو تنديروها تنديرو حيده، هنا كاين 9 لوريقات تنديرو حيده في الماء ومني تطلق راسها تنعصروها وعاد تنديروها في الاكله اللي حبينا، وهي اللي تتعمل لك داك تجمع لك داك الماده بحال دابا اللي تاي في الحليب تجمع لك باش تعطيك الفلون، الفلون شوكولا، لاموس، هذه هذه اشياء كلها موجوده فيها. نكذب عليكم شي واحد، ولكن المشكله اللي تحطت هي انا طلع عليها ضجه كبيره ليهود والمسلمين، داو الغايه بانه هاد الجيلاتين تتصوب من الجلود ديال الحلوف، جلود ديال الحلوف، شي عملوا لهم جلود ديال الحلوف؟ الحلوف تياكلوه بزاف في اوروبا في العالم بئس الا عن المسلمين لان حرام علينا. هذاك الجلود اش غادي يعملوا بهم؟ غادي يسيبوهم، غادي يحرقوهم، ما غادي يصوبوا بهم حتى حاجه، تيصوبوا بهم لا جيلاتين، لان داك الجلود فيهم بزاف ديال لو تيشي كونجونكتيف، وداك لو تيشي كونجونكتيف تيخصو يخرجوا منه لا جيلاتين. لا جيلاتين فيها 8 دي اسيد اميني انديسبونسابل، غنيه بلي زامي لي اسيد اميني. وهاد الجيلاتين كيفاش تصوب؟ تيقبطوا الجلده ديال الحلوف، الجلده ديال البقري، والعظام حتى هما ديال الحوت ولا العظام ديال البقر. عندك دو بروسيدي، يا اون هيدروليز، اما تيديروهم في بلاسيد كلوريدريك 24 ساعه، ولا تيديروهم في بلاس شوفيف بحال سيدي موسى، بحال داك دار الطباخ في سيدي موسى، تيديروا الجلده في قلب لاشو الجير، وتتبقى بداك الحليب ديال الجيل واحد المده ديال 4 سيمانات، ومن تيخرجوها تترجع كلها جيلاتين. هذيك لا جيلاتين عجيبه، شنو هو المشكل ديالها؟ هي تتسف في الماء ديال اللي كاين وتتجمع الماكله، دونك سي ان برودوي تري انتريسون. الوغ تيسميوها لو او 441، لو او 448 في العالم، وكنا تناكلوها بلا ما نديرها الغايه. الوغ نهضوا اليهود والمسلمين تيقولوا يا عباد الله ما خصناش ناكل حلوف، خصنا نعملوا مظاهرات، خصنا نغوتوا، خصنا جاو ما بداو تيديروا لك لا جيلاتين حلال، تيصوبوها يلاه من الجلود ديال البقري ومن العظام ديال البقري. ولهذا شكون تعرفوا هاد الميزات، ملي بدات لي فيغون تيبانوا الناس اللي تيرفضوا ياكلوا المشقات ديال اللحوم وتيرفضوا ياكلوا اللحوم، قال لك سيدي حنا حبينا اون جيلاتين اللي ما يكونش فيها اثار اللحم، هذه فيها اثار اللحم. جاوا ما قالوا ما كاين، ما طلبتيه اللي كاين، سيروا للمغرب، اجيو للجديده وهزوا واحد لالك غوج، اون لالك غوج تيخدموا فيها تقريبا مده 4 شهور 10,000 ديال الناس تيخدموا المغاربه، تيتغداو منها ويتعشاو منها، وكاينه 500 ديال الناس يخدموا على طول العام. وهذيك لالك تيزولوها وتيديوها للقنيطره، القنيطره تقريبا 80% تتصوب في القنيطره، تتخدم في القنيطره، تعيطوا لها لاكاغاكاغ. هاد لاكاغاكاغ ماجي من لاموس، من لاموس ديال لي زالك اللي كاينين تما، لاموس غوج، لالك غوج. هاد لاكاغاكاغ دابا واحد الثمن عنده مهول، بحيث انه 6 ديال الكويغطات ديال 2 غرام الكاغيط، وخصها تكون عندك تكونوا غالطين، خصها تكون ماشي مغشوشه. هاد الكويغطات 6 تيعملوا 5000 فرنك، تقريبا 1000 فرنك 2 غرام. هي موجوده في الجديده حتى تشبع،
هز لاموس تتشبع ولكن خصك تغسلها وتصوب لها حتى تخرجها غبرة. هادي سنابيل لاكاغاكاغ تتقوم نفس المقام ديال لا جيلاتين اللي مصوبة من الجلود. ألوغ فين اللي غتفضل؟ هادي ب25 درهم، هادي ب50 درهم، هادي فيها 9 الوراق وكل ورقة تيمكن لها تخدم بها، هادي فيها 6 الحفيكات، كل حك تيمكن له يخدم لك كل خنيشة، خصك جوج خنيشات باش تخدم بهم مزيان. هادوما لي جيلاتين اللي تيخدمو دابا في العالم بأسره. وهاد لاكاغاكاغ ما تكونوش غالطين، كنا تنديروه في الليلة المختبرات، مازال الآن تيديروه في المختبرات باش يصوبوا به التحاليل ديال الجراثيم لا جيلوز داكاغاكا. وخدمت بها عام 63 1963 في مستشفى بن سينا. الوغ كاينين دابا خرجوا عدد ديال الحوايج اخرين من غير هادو الجوج. هضرنا على لاكوم دو كاغوب، هضرنا على لاكوم دو كزانتان، هضرنا على لاكوم دو كواغ، هادو كلهم سميتو دي غرين حبوب مشي اشجار تيعطيو هذيك لو كاركتير جيليفيون. اي فوالا، جو بونس كو جي فوز اي توت اكسبليكي، جو فوز اي توت دي، باسكو فوز ايت مي زامي مي فرير اي جو فوز ايم اي جو ديري توجور كو فيف لو ماروك لي ماروكين اي لي ماروكين.